اللي تحضر هاد تشيز كيك غنحتاجوا اولا لو بيسكوي اللي هو الطبقه الاولى. الوغ بور لو بيسكوي غنحتاجوا 250 غرام ديال البيسكوي، من الاحسن يكون من الزبده، نتكون من الزبده. الوغ غنحتاجوا 125 غرام ديال الزبده دايبه، لافارس ديالنا غنحتاجوا 750 غرام ديال الجبن الطري. نعم، من الاحسن ما يكونش مالح بزاف، الجبن الطري راه كاين في الاسواق. غنحتاجوا 110 غرام ديال السكر سنيده، غنحتاجوا جوج معالق ديال القشره ديال الحامض، وغنحتاجوا ثلاثه البيضات وعصير شويه ديال الحامضه. هذا بالنسبه للعماره، العماره ديالنا. الوغ غنحتاجوا ان كولي دو فرامبواز، يعني اللي غنديروه في الطبقه الثانيه ديالنا، اللي متكون من 200 غرام ديال الفرامبواز، من 4 المعالق ديال الماء، من جوج معالق ديال السنيده سكر سنيده، ومن ورقه ديال الجيلاتين. نعم. الوغ من الاحسن غنستعملوا ان كولي دو فرامبواز اللي كيتباع في المحلات التجاريه، راه المحلات التجاريه اللي الخاصه بالحلويات كلها عندها هذا الكولي دو فرامبواز. نبداو ان شاء الله بالبيسكوي ديالنا. نعم. الوغ غنطحنوا لو بيسكوي حتى يولي اون بودغ، ونخلطوا معاه الزبده دايبه، كنديروهم في المول ديالنا. الوغ المول من الاحسن يكون عالي، ما يكونش امول اللي هابط ديال اون طاخت عاليه، حيت لافارش ديجا كثيره، خصو يكون غارق، خصو يكون غارق، ما يكونش حادر. الوغ كنسرحوا لو بيسكوي ديالنا ونخليوه على جنب، ناخذوا ذاك المول الضاي اللي كيكون كيتحل اصلا. من الاحسن، من الاحسن هذاك هو نيت فاش وجدته انا، المول اللي كيتحل من جناب. الوغ ناخذوا لو كولي ديالنا كنوجدوه، الوغ فوق العافيه غنديروا لو كولي ديالنا د فرامبواز، غنديروا السكر سنيده، غنديروا الماء 4 المعالق، وغنديروا جوج معلقات ديال السكر سنيده. نعم. نخليو هادشي حتى يغلي، حتى يطلعوا الغليان بزاف وتنقص منه كميه الماء، ونزيدوه في الجيلاتين اللي غنكونوا ذوبنا ديجا في الماء بارد. الجيلاتين خاصها تكون ديجا بارده، فازقه في الماء بارد ماشي ما سخون. نخلطوا الخليط ديالنا ونخلوه يبرد بلا ما وجدنا لافارس اللي هي الحشو ديالنا. منين يبرد هاد لو كولي دو فرامبواز غنكبوه على لا طارت اللي وجدنا من قبل، لاباط اللي حطينا في المول. الوغ بالنسبه للحشوه كنشدوا الجبن ديالنا الطاري، كنطربوه مع السنيده مع البيض ومع القشره الحامض. والبيض هو الاخر نخلوه نزيدو بيضه ببيضه. منين نخلطوا هاد المكونات كلها كنكبوهم كنفرغوهم على لو مول ديالنا اللي صوبنا فيه ديجا من قبل لو كولي، وكندخلوهم للفران على المده تقريبا ساعه الا ربع في 180 درجه حتى كيطيب التشيز كيك ديالنا. نعم، ما كنسخنوش قبل الفران، كنجيو كندخلو من الفران ديما خصو يكون سخون. نعم. ديما على درجه في الاول تسخنيه على 200 درجه تيسخن مزيان، وتهبطي للدرجه ديالو 180، ومن بعد تخلي فيه يطيب مده 45 دقيقه تقريبا. تقريبا. الوغ واحد لاسو ديما باش ينجح لنا التشيز كيك ديالنا، سيكو ملي كيطيب التشيز كيك طفي الفران وخليه فيه واحد ساعه ساعتين تلمكانه، وهو كيبقى في الفران كترجع عليه هذيك السخونيه وكيطيب وكيبقى. نعم. كيبقى مزيان. نعم، جميل. حنا دائما كنقولوا في الحلويات مازال الوصفه ما كملتهاش، كنخرجوا الحلويات من مورا ما كي يعني ما كنطفوا الفران، ولكن هذه كيف قلتي تويولا أولا استوس اللي كنخليو التشيز كيك ديالنا في الفران بعد ما كنطفيوه باش السيدات يعقلوا معنا مزيان. تفضلي هند. الو ما عرفتش واش في الاول نعاود، بغيت نعاود المقادير ديال لافارس لنكون. نعم تفضلي. باش ما نزرفش على الناس. الو غنحتاجوا 750 غرام ديال الفخوماج اللي هو طري، 110 غرام ديال السكر سنيده، جوج معلقات ديال البشره ديال الحامض محكوكه، وثلاثه البيضات. نعم. الو بالنسبه للكلاصاج، ملي غيطيب هذا لو تشيز كيك ديالنا غنحتاجوا واحد الكلاصاج اللي غنديروه من الفوق، اللي هو كلاصاج ديال الحامض. اللي غنحتاجوا ليه 90 غرام ديال الزبده، 220 غرام ديال السكر سنيده، جوج بيضات اللي مطربين شويه، وجوج معالق ديال عصيره الحامض. نعم. الوغ انا في هذه الوصفه استعملت حامضه كلها، حيت عارفين بان الحامض مره كيكون ناشف مره فيه لو جو ديالو. استعملت حامضه كلها بالبشره ديالها. كتشدي هذه المقادير كديريهم كلهم فوق العافيه حتى كيغليو مزيان، يعني في البان ماغي ما كتجيش طيبيهم ديريكتومون فوق العافيه، ديما في حمام مريم. الوغ كتبقاي تحركي لمده 20 دقيقه حتى كيجمد هذا الخليط ديالنا وكيعقد وكتنقص الكميه ديالو. ملي كيجمد كتزيدي عليه واحد جيلاتين اللي ذوبنا ديجا من قبل،
وكنخلطوا الخليط ديالنا مزيان، نخلوه شويه يبرد ونكبوا فوق التشيز كيك ديالنا. من بعد كنزوقوا بدي فرامبواز باش نخرجوا شويه على التشيز كيك العادي اللي كنوجدوه دابا في الاصداق في الاسواق باردون. كنزوقوا بالفرامبواز ديالنا لو تشيز كيك وكنديروا كيف كتشوفوا معنا ان ديكور اللي شويه عشوائي بالشوكولا. الوغ كنشدوا الشوكولا كنديروها في ان كورني وكنخرجوا منها خطوطه هكا عشوائيه، ومن بعد نقطعوها بان سيركل يكون قد الكاتو ديالنا اكزاكتومون، ونحطوه من فوق لي فرامبواز ديالنا ونزوقوا سوا بالغروساي سوا بفيزالي سوا بدي فرامبواز عاوتاني من الفوق. وكل سيده عندها زعما الطريقه اكزاكتومون كيفاش تستعمل كيفاش تحضر التشيز كيك ديالها. طيب